وين راح حريص؟ ليك رجع للمستقبل. خلاص خلاص لقيته. مين ذا الرجال اللي واقف معاه؟ مو اتفقنا ان ما حد يعرف عن وجود حريص؟ هذا عامل في بيت الجيران. هذه لعبتكم؟ انا مو بلعبة. كيف قدرتوا تستحملون ازعاج اللعبة هذه؟ ماني قادر استحملها. يعني كيف ازعجتك اللعبة؟ كلامها كثير جدا ولا فيها اغاني اطفال. قلت لك انا ما عندي اغاني اطفال. انا ماني لعبة. انا هنا عشان اوقفك عن تنظيف الحوش بالموية وبس. هذا حريص ويبغاك تحرص على الموية. تقصد انها لعبة تعليمية؟ لازم نخليه يقتنع انك لعبة عشان تقدر تسوي مهمتك، يغير طريقته اللي تضيع الموية. نقدر نقابل صاحب البيت؟ لاحظنا ان العامل قاعد ينظف الحوش بلي الموية، وهذا خطأ. طب وش الطريقة المناسبة لتنظيف الحوش من دون تبذير؟ لازم نستخدم أجهزة ضخ الموية اللي تشتغل بضغط الهواء. طيب وهالجهاز بيوفر من استهلاك الموية؟ طبعاً ممكن يوفرك هالجهاز إلى 80% من استهلاك الموية. عجيب، يبيلي أشتري هالجهاز على طول. شكراً لكم على حرصكم. وش هذه اللعبة يا بابا؟ هذه لعبة تعليمية وعندي أغاني أطفال.